المعلومات الضرورية نعرفها للامتحان وللحياة، ودققت بعض المعلومات اللي في الكتاب، وفي عندنا حتى أدوية مش مذكورة في الكتاب، بس إن شاء الله أنا بحكي لكم كل إشي مهم. طبعا أهداف المحاضرة، أنا شخصيا هدفي الشخصي إنكم تطلعوا من هاي المحاضرة عندكم فضول تساعدوا الناس اللي معهم سكري، هذا يعني هدف شخصي. الهدف اللي من المحاضرة إن نعرف بشكل عام الباثوفيسيولوجي تبع المرض، ليش بيصير مرض سكري، خاصة سكري تايب 2، وآلية عمل أدوية السكري اللي بتنعطى في النمط الثاني تايب 2، وإيجابيات وسلبيات كل دواء. أنا ضفتها بس عشان تكرار المعلومة، لأن كل ما نكرر المعلومة بيصير منطقية أكثر. هاي بس شو معنى دايبيريز ودايبيريز ميليتس، ويعني معلومات عامة. هاي مهمة، تشريح البنكرياس، لأن البنكرياس هو اللي بسبب مرض السكري بشكل عام. البنكرياس في عندنا جزيرة اسمها جزيرة لانجرهانز. لانجرهانز في عندها نوعين من الخلايا، خلايا ألفا وخلايا بيتا. الخلايا بيتا اللي هو أساسي اللي بسبب السكري أو إلى دخل في السكري، هو اللي بيفرز عنا الإنسولين. طبعاً الخلايا ألفا اللي بيفرز الجلوكاغون مهمة جداً في السكري، ممكن يعني يوم تأخذوا عن السكري راح تعرفوا ليش مهمة جداً، بس في محاضراتنا اليوم ما راح نتطرق لها بشكل واضح، بس هذا بشكل عام اللي هو عن الأناتومي تبع البنكرياس. هاي معلومات شفتها عندكم في الكتاب، أنا حاولت أراجع الكتاب مرتين، فحبيت إن كل شيء موجود في الكتاب إني أحطه على السلايدات. وفي معلومة حاولت أشوف كديش عندكم نسبة الإحصائيات عدد الناس اللي عندهم سكري في سوريا، ما لقيت شيء محدد، يعني عملت جوجل ما لقيت، فطلعت معلومة من منظمة الصحة العالمية. وكان بعطيكم أرقام كيف أعداد الناس في العالم اللي عندهم سكري، يعني مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية 30% من الشعب عندهم تايب 2 ولا تايب 1 ولا بري دايابيريز، يعني عندهم يعني أعراض تؤهلهم من يصير معهم دايابيريز، وهذا يعني نسبة مخيفة جدا. ليش مهم نعرف هاي النسبة؟ ليش أنا يعني حابب تعرف هاي الأرقام؟ عشان الشخص اللي معه السكري ما بيكون شاعر انه مع السكري، بيكون هو شاعر انه انسان طبيعي. مشكلة السكري انها بتأثر على الشخص على المدى البعيد، وفي سلايدات راح يوضح هذا الاشي. هسه المعلومات اللي في الدائرة كأطباء انا بتوقع انها مهمة جدا. هسه احنا يوم ان نشخص انسان، يعني انتم كذلك ان شاء الله يوم تصيروا اطباء، بعرفكم راح تتخصصوا، بس انا بدي احكي عن طبيب عام. الطبيب العام يجي عنده مريض فوق عمر 40 سنة، راح يفحص إذا عنده سكري، هيك الجايدلاينز بتحكي. ما دام عندك مريض فوق 40 بدك تصير تبلش تشخصه، تشوف إذا هو معرض يصير معه سكري. شو اللي بخلي الدكتور يتوقع أن هذا الشخص معه سكري؟ هل عندكم العوامل تزيد احتمالية إصابة بالسكري؟ هي البدانة، إذا عنده أعراض مقاومة الإنسولين، وهسه هاي المعلومة مهمة نفهمها، وفي سلايد هسه بوريكم إياها، وإذا في عنده أمراض أخرى خاصة ضغط الدم، إذا عنده عامل وراثي، الوالد، الوالدة، عمته، خالته عندها سكري، في بيكون احتمالية عالية إنه يكون هو مع سكري. إذا عنده نمط حياة يخلو من الرياضة، هاي كثير مهمة، لأن حياتنا معتمدة على المشي، فبزيد عنا أخرى احتمالية إصابة بالسكري. طبعاً بحكي عن السكري رقم 2 بس عشان يكون واضح، أو إذا كانت ست في خلال الحمل كانت مصابة بسكري الحمل وإجت علينا وكانت فوق 40، بكون في عندي لازم أشخص هذا معها السكري، ولازم أعمل هذا الشيء كل سنة بزورني مريض، حتى لو هو نفس المريض لازم لحد 3 سنين أظل أفحص الدم تبعه، أشوف السكري التراكمي، أتأكد إن هذا الشخص ما مع السكري. طبعا زي ما حكيت هاي المعلومات مش للامتحان، هاي المعلومات فقط تحاولوا تفهموا
مرض السكري. هسه هاي السلايدة إذا فهمتوها أنا بكون كثير مبسوطة، لأن السكري الشخص اللي عنده أعراض ما قبل السكري بكون عنده إشي اسمه insulin resistance، الجسم بكون مقاوم لعمل الإنسولين. هسه شو يعني إن الجسم مقاوم لعمل الإنسولين؟ تخيلوا معي إنسان أكل رز، خبز، أي إشي فيه كربوهيدرات، تكسر الكربوهيدرات ودخل الجلوكوز الدم. هلكت يوم يدخل الجلوكوز الدم، هذا رسالة للبنكرياس إنه يلا يا بنكرياس افرزي إنسولين. هلكت الإنسولين بنفرز، الإنسولين في إلى مفتاح بيرتبط في في ثلاث أنواع من الخلايا، خلايا العضل وخلايا الدهن والكبد. بتكون في 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 يعني زي قفل على هذول الخلايا اسمهم جلوت 4 اللي هي المستقبل تبع الانسولين، لازم ترتبط فيه. يوم ترتبط فيه بتحكي لهذول الخلايا يلا افتحوا وامتصوا الجلوكوز الموجود في الدم، اللي هم هذول الخلايا اللي زي ما حكيت، خلايا العضل، خلايا الدهنية وخلايا الكبد. يوم الانسولين ترتبط في الجلوت 4 ما بيفتح الخلايا البوابات، فما بدخل الجلوكوز الخلايا، فبظل داخل الدم السكر، فبصير هذا اسمه مقاومة الجسم لعمل الانسولين. هذا هو يعني هيك بصير بالضبط شو يعني ان انسان عنده مقاومة لعمل الانسولين او ما عنده تحسس لعمل الانسولين، بالضبط زي هيك. إذا فهمتوها أنا بكون كثير مبسوطة، لأنها كثير مهمة هاي الآلية، وهي إحدى الأسباب ليش بصير عندنا السكري النمط الثاني، ويعني هي إحدى الأسباب. وهسه بوريكم السبب الثاني. هسه هذول أنواع داء السكر وأعراض كل منها. عندك عندنا السكر النمط الأول تايب 1، عندنا تايب 2 النمط الثاني، بعدين عندنا سكري الحمل. طبعا زي ما حكيت انا بحط هاي المعلومات مش لاني راح اختبركم فيها، بس كل ما انتم صار المرض عندكم معلومات عنه يوم تيجوا تدرسوا الادويه بكون اسهل. سو النمط الاول عندنا نقص مطلق للانسولين، شو يعني ما فيش انسولين اصلا؟ حد عنده سؤال؟ سو النمط الاول ما بيكون البيتا سيلز زي ما شفتوا في التشريح للبنكرياس، بيكون كل البيتا سيلز اتدمرت، فما عندنا انسولين اطلاقا. في حد عنده سؤال؟ اوكي. في النمط الثاني في شيء اسمه نقص نسبي للانسولين. شو يعني نقص نسبي؟ معناتها انه في عنا انسولين بس الانسولين مش كافي، يعني البيتا سيلز بتفرز انسولين بس يمكن الانسولين بتفرز البيتا سيلز مش كافي انه يحكي للخلايا يلا خذوا الجلوكوز او السكر الموجوده في الدم. اما سكر الحمل عنده مقاومه فقط لحساسيه الانسولين، بالضبط زي ما شرحت في السلايد السابق، ان الجسم موجود الانسولين، الانسولين بيرتبط في البوابه تبعتها بس ما بتفتح البوابات، يعني زي المفتاح بتحطها في الباب بس الباب مش راضي يفتح، بالضبط هيك يعني اذا تخيلتوه هيك بالضبط. وهاك والمقاومه الانسولين بتصير في سكري الحمل، وبتصير برضه في السكري نمط الثاني، بس السكري نمط الثاني بصير شغلتين، اللي هي بصير مقاومة للإنسولين وبصير نقص نسبي للإنسولين، شغلتين مع بعض. في بس شغلة واحدة بدي أدقق عليها موجودة عندكم في الكتاب، إن في سكري الحمل عندنا ثلاث أنواع من الأدوية يستعملوا، الإنسولين، الميتفورمين وغلايبيرايد، هاي يعني ركزوا لي عليها. هاي الصورتين أخذتها من الكتاب من عندكم، اللي هي تايب 2 نمط الثاني للسكري. زي ما حكيت لكم مكتوب إن تايب 2 بيصير لأن في عنا مقاومة الإنسولين من سواء في العضل أو النسيج الدهني أو الكبد حتى، أو البنكرياس ما عنده ما بيفرز إنسولين بشكل كافي. سو إذا صارت الشغلتين هذول مع بعض الشخص بيكون مصاب
بتايب 2، النمط الثاني من السكري. أما الشكل الثاني عندكم في الكتاب موجود، بس قاعد بيوضح إن الشخص اللي بنصاب بالسكري كل ما يعني كل ما زاد سنين ومع سكري بقل نسبة إفراز الجسم للإنسولين، وبصير الشخص لازم أصلا يأخذ حقن الإنسولين. هسا ليش هاي المعلومة مهمة؟ كثير ناس بتيجي على العيادة وراح تحكي لك أنا ما بدي أخذ إنسولين، أو بصير الدكتور يخوف المريض ويحكي له إذا ما بتأخذ العلاج أنا راح أضطر أحطك على الحقن، وهذا طبعا الحكي ما بصير، أو مش ما بصير. العلاج الحالي اللي قاعدين يعني بنتشر في العالم إن السكري راح تكون مع الشخص طول عمره، راح يعيش مع السكري طول عمره، فمش زي يوم الواحد يصيبه يعني مثلا إنفلونزا، يوم يصيبه إنفلونزا أسبوع أسبوعين خلص يشفى وانتهى المرض. بس السكري بتصفي إنه هو بده يغير من نمط حياته، الشخص لازم يغير من نمط حياته وبده يتعايش مع السكري. فتعايشه مع السكري بخلينا لازم نسمع للمريض ونسمع لقصة يعني كيف هو عايش حياته، عشان إحنا نقدر نساعده ما يوصل لدرجة إنه يأخذ الإنسولين بسرعة. هاي يعني بتوقع عشان هيك حاطين لكم إياه في الكتاب. هسه الأهداف من علاج الدايابيتس، ليش إحنا لازم نعالجه؟ مع إن الشخص بيجي ما بكون يعاني من إشي، بكون يعني بحكي أنا بشاعر إن أنا صحتي كويسة وما بدي أدوية. فالسبب ليش إحنا من نعالج دايابيتس إن على المدى البعيد بصير عنا مضاعفات، وهذا كثير خطر. وعشان هيك أنا كثير مهتمة بمرض السكري، وبحب إني أوعي الناس بالدايابيتس بالذات، إن لأنها على المدى البعيد المشكلة. حاليا ممكن الأشخاص اللي قاعدين بنصابوا في السكري أعمارهم في بداية الثلاثينات، وهذا شيء مخيف جدا، لأن بعد 10 سنين 15 سنة يصير عنده مشكلة في الكلى أو مشكلة في العينين أو مشكلة في القلب. هو ما كان يعرف إن لو إن حدا يعني نصح قبل 15 سنة حكى له كيف ممكن إنه يتوبى إنه يصير مع سكري، وكيف يحافظ على الكلى وكيف يحافظ على العينين وكيف يحافظ على القلب، كان ما وصل لهون. طبعا ليش طيب السكري بأثر على الأوعية الدموية؟ تخيلوا معي بالضبط زي أكن بعش بسموه قطر اللي بنحطه على الحلو. تخيلوا الدم إنها الكونسيستنسي تبع الدم صارت زي القطر وبتمشي قاعدة في الشرايين. فهي هاي المشكلة، إن الشرايين بصير عندها مشاكل، الشرايين الصغيرة موجودة عادة في العينين وفي الكلى، والشرايين الكبيرة بتأثر بشكل أساسي في القلب، بس بتأثر على الدماغ وبتأثر على كثير أجهزة أخرى. طبعا السكر بأثر على كل أجهزة الجسم، وخفض من نسبة الوفيات بسبب السكري، ونحاول نحافظ على جودة حياة أفضل. طبعا انا جبت لكم دراسة كانت مهمة جدا جدا، عملوها لناس كان معهم سكري ل5 سنين، وخفضوا عندهم السكري التراكمي اللي بنسميه HbA1c، السكري التراكمي في العربي بنسميه، بس 1%، بس خفضوه 1%، وظلوا متابعين المرضى 10 سنين بعد ما يعني خفضوه 1% على الاقل، وتابعوهم لمدة 10 سنين لاحظوا شو بيأثر، يعني شو كانت تأثير هذا التخفيض على حياة الأشخاص بعد 10 سنين. زي ما بتلاحظوا مكتوب إن 21% منهم خفض إنه يكون السبب الأساسي للوفاة السكري، و 37% ونسبة عالية جدا إنه يصير عندنا عمى blindness أو kidney disease مرض في الكلى، و heart attacks اللي هي الذبحة الصدرية، stroke اللي هي محمد بعض الكلمات في العربي بنساها، اللي هي الجلطة. وطبعا معروف ان تبعين السكري ممكن يصير عندهم قطع اعضاء، وسببها ان اللي بيكون معه عنده سكري عنده فرصة عالية جدا ان البكتيريا اذا دخلت الدم تعمل شيء اسمه سبسس، او شفت موجود في الكتاب معناه خمج في الدم، خمج شديد في الدم.
فإحنا منا نتوبأ إنه يصير أي شيء من هاي الأمور. فعشان هيك إحنا يعني مهم إن نعالج مرض السكري. أنا شخص راح يجي عليكم بكرة أنتم أطباء ويقولوا أنا أصلاً مش شاعر إني أنا مريضة، أنا يعني صحتي ممتازة جداً وبمشي وباكل اللي بدي إياه ومش شاعر في أي أعراض، فليش أنا أخذ الدواء تبعي؟ فوجود هاي المعلومات عندكم ومعرفتكم في هاي المعلومات راح يخليكم إنكم تقدروا تساعدوه إنه يفهم إنه مش المشكلة اليوم، مش المشكلة حاليا، مشكلة على المدى البعيد، وإحنا منا نتوبأ إنه يصير عندنا مشاكل على المدى البعيد. أوكي، عندنا مثال، سؤال دكتور. اتفضل. هلا دكتورة، انت فضلتي وقلتي انه نحن لازم، او انت بتفضلي انه توعي الناس حول مرض السكري، انه يعني طبعا هل هذا الشيء بيوحي انه نحن لازم ننشر ثقافة هذا المرض ضمن المجتمع او للعوام بشكل عام؟ هو في برامج، ما بعرف، حاولت أشوف إذا في إشي خاص بسوريا، يعني مثلا في فلسطين مش موجود، في الإمارات موجود، في أمريكا موجود. في أمريكا، خليني أحكي في أمريكا هسا. أنا شو حكيت في الأول، حكيت لك إن الطبيب العام يوم يجي عنده مريض، طبعا في أمريكا الناس بتروح على الطبيب كل سنة فحص سنوي. احنا مثلا في فلسطين الناس ما بتروح على الطبيب فحص سنوي، بتروح بس اذا عندها اعراض. بس خليني احكي ان انتم كاطباء، يعني انا بتحكي عن طبيب عام بيجي عنده مريض عمره 40 سنه او فوق ال 40 سنه، فانت بدك جاي عليك عشان عنده التهاب بول. خليني احكي وحده بلاش ست، يعني عشان هو منتشر في الستات اكثر من الرجال، وانت عارف انه صار معها التهاب بول. انا هاي معلومه جديده بعطيك اياها. انت اول إشي لازم تفكر فيه تسالها، هذا الالتهاب بول اول مره بيصير معك؟ راح ممكن تحكي لك ممكن، ممكن لا، تقول لك والله كثير بتصير معي التهاب بول. انت دغري طوالي راح تحكي لها بدي افحص الدم اذا عندك سكري. وحتى لو ما حكت هيك انت لازم توعيها، تحكي لها ان حسب الدراسات حاليا لازم اتاكد ان ما عندك شيء اسمه بري دايابيتيز. هكذا، شو هي بري دايابيتيز؟ بري دايابيتيز يعني ما قبل السكري رقم 2، بيكون السكري تراكمي بين 5.6 ل 6.5 بيكون الدمع. ويعني وكثير ناس انا متاكده لو رحت على الشارع وكان في 10 راح تلاقي 4 عندهم السكري بين 5.5 و6.5، هذا اسمه pre diabetes. هكذا إذا لقينا هذول الأشخاص لازم طوالي نوعيهم على أسلوب حياتهم، لازم يغيروه. بكون أسباب ليش السكر ارتفع عندهم، يا بكون أسلوب يعني نمط الأكل تبعهم كثير كثير في نشويات وفيها دهنيات وما فيها فواكه وخضرة. وطبعا في دراسة عملوها في أمريكا ما ضفتها، بس هذيك الدراسة رائعة جدا، لاحظوا إن التحكم في أكل الناس وأسلوب حياتهم الحركية، إن يصيروا يتحركوا على الأقل 150 دقيقة رياضة في الأسبوع بيمنع إن يصير عندهم سكري. يعني ما بيصير مع الشخص السكري أصلا طول عمره. فيعني تخيل إنك أنت تحمي إنسان من إنه يصير معه سكري، وتحمي إنسان من إنه يدخل إنه يأخذ أدوية، ويحمي حاله من إنه يصير كل هذول الكومبليكيشنز. أنا في نظري أهم، فعشان هيك. وبرضه الستريس اللي هي ضغط الحياة بتأثر بشكل كبير إن الشخص يصير معه سكري. فإحنا التوعية مش يعني بس توعية إنه أنا كإنسان بعمل، يعني هي التوعية زي مثلا كيف حولوها لإشي عملي في أمريكا، إن زي ما حكيت لك بروح الشخص فوق ال40 على الطبيب، والطبيب لاحظ إنه عنده بري دايابيتيز، فحص الدم ولاحظ التراكم عنده بري دايابيتيز عنده مثلا 5.7، فهو بحول هذا الشخص على مراكز هي المراكز بيبقى فيها دايتيشن وبكى فيها صيدلي او ممرض. هذول الدايتيشن اللي هم اللي بدرسوا علم التغذيه بيعملوا تشخيص لهذا الشخص، بيسمعوا كيف هو اسلوب حياته في الاكل، وبيوعوه كيف انه بس يعمل كنترول على الاكل تبعه وانو الاكل اللي ممكن قاعد بيرتفع عنده السكري، وبيضلوا ماشيين معه سنه كامله.
ولاحظوا من خلال الدراسة ان الناس هذول يعني منعوا انه يصير معهم سكري رقم 2، بس لو تركناهم هذول راح يرجعوا بعد 5 سنين نص هذول الناس معهم سكري رقم 2، ولازم نعطيهم أدوية، والدواء ممكن ما يزبط معهم، خلال 3 أشهر راح نعطيهم دواء ثاني، راح يصير معهم ضغط، راح يصير معهم كوليسترول. طب ما يعني، فتوعية الناس هي بتخلينا، وأنا متأكدة أن كل اللي قاعدين يسمعوني بتعرفوا شخص مع سكري، أو بتعرفوا شخص بيعرف حدا مع سكري، وحتى الشخص اللي بتعرفوه مع سكري أو هي ناس تايب 2 مثلا مع النمط الثاني، أنا معنية أن أوصل لكم معلومات كيف نساعدهم برضه، إذا بأخذوا أدوية كيف نوعيهم عن الأدوية اللي بأخذوها، وبرضه إن نحكي لهم إن حتى لو معكم تايب 2 النمط الثاني وخلاص وشخصوكم إن معكم تايب 2، أنتم قادرين إنكم تخلوا حالكم خاليين من المرض. طبعا في جانب وراثي لمرض السكري، يعني في ناس راح ينصابوا، بقى أكلهم رائع، كانوا يلعبوا رياضة، ما عندهم ستريس كثير في حياتهم، مع هيك خلص عندهم الجانب الوراثي. بس في ناس نو اللي أثر وخلى يصير عندهم نمط الثاني السكري هو نمط حياتهم. فتوعيتنا إلهم يعني، في كثير معلومات موجودة على النت بتخص هذا الشيء، وهذا إشي أنا قاعد بتخصص فيه حاليا، كيف نساعد الناس ونمنعهم إنه يصير معهم تايب 2 دايابيتيز، وإذا معهم أصلا تايب 2 كيف نساعدهم يتعايشوا مع تايب 2. وعندي مثال، تفضل. بس هلا انت حكيتي انه تخفيض الهيموجلوبين الجلوكوزي 1% بيخفض نسبه حدوث الاعراض الثانيه، بس عن اي قيمه نحن بدنا نخفضه؟ ما ذكرت القيمه اللي هي بالاساس اللي ممكن ارتفاع له ونحن نخفضه 1%. انا بحكي 1% للناس اللي كان معهم سكري تايب 2، يعني كان عندهم فوق التراكمي 6.6 أو أكثر، يعني بجوز كانوا 7 أو كانوا 8 ونزلوا من 8 ل 7. في الدراسة كانوا معنيين جدا في هاي الدراسة اللي وريتكم إياها أن ينزلوا السكري ل 7% عشان يصير هو الجايد لاينز للدكاترة، إن الطبيب يكون هدفه ينزل السكري لحد 7% أقل شيء. وإذا المريض شعر ان المريض عنده طاقه ان لا بدي انا اعمل برضه كنترول اعلى بينزل لل 6.5%، بس الدراسه كانت معنيه تنزل السكري بس 1%، بس نزلوها 1% بغض النظر شو كان الاساس تبع المريض. بس انتم في الحياه يوم تاخذوا بعش اذا اسمه فارماكوثيرابي كان اسمه في عندنا في الصيدله اللي هي تشخيص المرض، راح يحكوا لكم من الجايد لاينز انه ينزل عفوا راح الصوت، سامعيني هسا؟ تمام دكتورة، كان سامعيني. اوكي سو راح يحكوا لكم ان الجايد لاينز بتحكي ان انت كطبيب لازم تحرص انه يكون الهدف تبعك تنزل السكري للشخص ل 7%. في الحياة العملية الناس ما راح تيجي علينا اذا التراكمي كان 5.7 ولا 6، خاصة احنا في الدول العربية لان الناس ما بتشعر ان اصلا عندها مرض. هاي موجودة في الدول الثانية لأن مكلف جدا إن يصير عندهم مريض سكري رقم 2، أنا كل بكون على التأمين الحكومي، فكونوا معنيين جدا يبحثوا عن الناس قبل ما يصير معهم سكري ويعالجوهم قبل ما يصير معهم سكري، لأن هم بسبب شغلة التأمين الصحي وإلى آخره. إحنا بالدول العربية عادة بيجي الشخص بيكون 13 14 سكري عنده، بيكون جدا عالي فيشعر إنه عنده أعراض. فبس الدراسة هاي 1% بغض النظر شو كان البيس لاين، شو كان بداية الشخص، لو بس نزل 1% يعني من 13 ل 12 أو من 10 ل 9. بس إحنا في الحياة العملية كأطباء الهدف تبعنا راح يكون إنه ينزل لحد 7%. سو هيك جاوبت على سؤالك؟ تمام دكتورة، شكرا كثير.
اوكي سو هاي مثال واقعي. اذا اجى عندنا مواطن حضر الى الطبيب كان عمره 45 سنه، ما عنده اي امراض ثانيه، تمتع بصحه جيده، عند الطول والوزن، وتم تشخيصه قبل 3 اشهر بداء السكري بس رقم 2 طبعا، وحاول يداوي حاله، حكى انا ما بدي اخذ ادويه، انا بدي احافظ على الاكل والرياضه. بس اليوم بعد 3 اشهر عملنا للفحص السكري التراكمي فكان 8.4، طبعا هذا عالي، طبيعي اقل من 5.5، بس طبعا زي ما حكيت الهدف لهذا المريض 7%، وهاي المعلومه نسيتها. والبي ام اي 29. طب انا عندي سؤال قبل ما نحكي الدواء المقترح الاول، في نظركم شو الاشياء اللي بتخلي هذا الانسان مؤهل انه يصير مع السكري؟ فقط موجود في السؤال الوزن. الوزن 90 كيلو. وزن ممتاز، الوزن وانه فوق ال40، انه فوق ال40 سنة والوزن بشكل اساسي هو اللي أهل أن يصير مع السكري رقم 2. فأنا حطيت الـ drug of choice اللي راح نتعلمها حاليا. طبعا معروف الـ drug of choice من غير ما المأفورمن دايما هو drug of choice. طبعا حطيت بس هذا السلايد، بدي بس أفرق بين شغلتين، في عنا محسسات الإنسولين وفي عنا محفزات الإنسولين. محسسات الانسولين، مذكرين السلايد اللي وريتكم كيف بيصير مقاومة الجسم للانسولين؟ هذول الأدوية زي المأفورمين هم بخلوا الجسم يتحسس من الانسولين، يعني بيرفعوا، يعني بخلوا الجسم يتحسس على الانسولين، او الانسولين يزيد فعاليته في الجسم. اما المحفزات الانسولين هي اللي بتحكي للبيتا سيلز يلا افرزي انسولين. المحفزات سو اول دواء نتعلم اليوم اللي هو المأفورمين. زي ما انتم شايفين في معلومات في العربي، في معلومات في الانجليزي. اذا شعرتوا ان السلايدات شوي ملخبطه، المعلومات كثيره، انا بنظم لكم اياها افضل، بس يعني اعذريني هاي المره اللي عملتها في الانجليزي بعدين ادركت انكم تدرسوا في العربي. سو اليه العمل للمأفورمين، اول شيء بيمنع الكبد انه يظل يفرز جلوكوز، وراح احكي لكم ليش بيمنع الكبد. يبطئ امتصاص المعوي للسكر، يقلل من مقاومه الجسم ضد الانسولين، يساعد على تقليل الكوليسترول، وهذا سبب ليش بيحمي القلب المأفورمين، وبيرفع من مستوى الكوليسترول الجيد اللي هو ال HDL. هسا زي ما حكيت لكم اي شيء في الاحمر هو الموجود عندكم في الكتاب واللي هو لازم تعرفوه من الماده هاي. هسا ليش في نظركم ان الكبد بيظل يفرز الجلوكوز؟ لو ارجع هون بنلاحظ ان المأفورمين محطوط عند الليفر اللي هو الكبد، ومحطوط عند المسلز وعند الخلايا الدهنيه الادايبوس تيشو وخلايا العضل، وموجود عند الليفر انه بيشتغل في هاي 3 مواقع. حتى عند الخلايا الدهنيه المأفورمين ما بيشتغل. هسه المأفورمين شو بيعمل؟ اول شيء في المعده ببلش شغله، بيمنع ان السكر يمتص، ان الجسم ما يمتص الجلوكوز، بيكون الشخص اصلا اسلوب حياته واكله عالي جدا في الكربوهيدرات، فبيمنع امتصاص الجلوكوز. وبحكي للليفر يا ليفر الكبد شو مشكلة الكبد في فداء السكر وشو علاقته. هسه يوم يصير عندنا مقاومة الجسم للإنسولين، يعني مثلا زي ما حكيت لكم أنا مثلا شخص أكلت رز حاليا، الجلوكوز دخل الدم، يوم الجلوكوز يدخل الدم طوالي هذا رسالة للكبد افرزي إنسولين، أو للبنكرياس، آسفة للبنكرياس، يلا يا بنكرياس افرزي إنسولين. الانسولين بتروح بدها كمفتاح ترتبط في بواباتها اللي هي على الخلايا الدهنيه وعلى خلايا العضل، وتحكي لهم يلا يلا امتصوا الشوجر او الجلوكوز في الدم، بس ما بزبط معها. فالمأفورمين بيزيد من حساسيه ربط الانسولين مع الجلوت 4 اللي هو المستقبل تبع الانسولين، وبيحكي وفي داء السكر يا
يوم ما يزبط والانسولين ما الانسولين ما بزبط، يوم يدخل المفتاح في القفل تبعه ما بيخلي الجلوكوز يدخل الخلايا، الكبد يعتقد السبب ليش الجلوكوز ما دخل الجسم انه مش كافي، ان الجسم ما اكل سكر بشكل كافي، فبصير الكبد نفسه يصنع جلوكوز ويفرزها، بيظل الكبد يفرز جلوكوز ويفرز جلوكوز تيعلى السكر في الدم، وهيك بصير عندنا داء السكر على فكرة. فالكبد هو المشكلة عندنا، فهو المتفورمين بيمنع الكبد انه يفرز جلوكوز، بيحكي للكبد ان المشكلة مش انه ما عندنا سكر، المشكلة انه السكر مش راضي يدخل من الدم للخلايا. سو هي بتشتغل على الكبد وبتشتغل على خلايا العضل. فالفارموكاينيريكس امتصاص جيد، لا يعني ما بيرتبط في الالبيومين اللي في الدم، البروتينات موجودات في الدم، ولا يستقلب، اللي هي اول مره بعرف انه معناها ميتابوليزم، وهاي مهمه يوم نحكي انها يعني ما بصير ميتابوليزم، انه بصيرش عندنا كثير دراج دراج انتر اكشن، يعني بنقدر نعطيها مع ادويه كثيره بشكل امن، ويطرح في عن طريق الكلى في البول، وهاي معلومه كثير مهمه حطيتها في الاحمر، حطيت خط تحتها، لان كثير ناس يوم بضلوا على المتفورمين طول عمرهم، بس كل ما زاد الواحد تقدم في العمر الكلى والكلى يعني بخف شغلها، يعني بصير عندها مشاكل في الكلى، فلازم نغير العيار تبع المتفورمين، عشان هيك حطيت خط تحتها. هكذا بالنسبة للسايد افكتس، التأثيرات الجانبية، أنا يعني قسمتها 3 أقسام، اللي في قسم مش موجود عندكم في الكتاب استغربت بس ضفتها. السايد الافكت المهم جدا نحكي ونتواصل مع المريض ونحكي معه عن هذا السايد افكت، اللي هو الهضمية، انه ممكن يصير معك اسهال، غازات، استفراغ، والم معدة. هيك ليش مهمة هاي السايد افكت؟ ليش احنا اصلا ندرس عن الادوية؟ بدي اربط لكم اياه في شيء بشكل واقعي. كطبيب يوم احنا نبلش المتفورمين ونعرف انه بيعمل هاي السايد افكت، يعني ممكن يعمل استفراغ والم معده، ما رح نعطي الدواء بعيار عالي من البدايه، نعطي هو المقفور بنعطى 2000 ملي جرام عشان يعالج، فما بعطي 2000 وبحكي للمريض يلا خذها بلش من اليوم، لا، بنبلش 500 ملي جرام وبنحكي له كل 7 أيام زيد 500 ملي جرام، بعد شهر راح تكون على 2000 ملي جرام. السبب ليش الطبيب بعمل هيك؟ عشان ما يصير ألم في المعدة عند الأشخاص. كثير مر علي مرضى سكري حكوا لي أنا المتفورمين سيء وسبب لي ألم في المعدة وما بدي أخذه، مع أن المتفورمين من أكثر الأدوية أماناً، والمتفورمين على فكرة هي مأخوذة من وردة، فهي مادة طبيعية بس صنعوها لدواء. فأنا يعني كثير بزعل إن الناس تحكي هيك، لأنه بكون السبب إن الطبيب ولا الصيدلي وعى المريض بهذا السايد أفكت، إنه هو عادي بصير ألم معدة، هذا الطبيعي. السايد الأفكت الثاني اللي هو الحماض اللبني، اللي هي لاكتيك أسيدوسس، طبعا هو نادر الحدوث، يعني الشخص الطبيعي اللي ما عنده مشاكل ما بصير عنده لاكتيك اسيدوسس. مشكله اللاكتيك اسيدوسس لو ملاحظين هسه حصل اشياء في الانجليزي، بس زي ما حكيت لكم اللي في العربي فقط الموجود عندكم في الكتاب، هي بتصير اذا الشخص عنده مثلا خلل بالكلى او خلل بوظيفه الكبد، او انسان فوق ال 65 زي ما حكيت لكم الكلى بتصير شغلها بخف، أو بروح بعمل إحدى الدراسات على الكلى اسمها بستعمل أدوية التباين الشعاعي الوريدي، لازم يحكي للمركز إني أنا على مأفورمين، لأنهم رايحين يحكوا له لا وقف المأفورمين، أو شخص بستعمل الكحول، أو عنده إشي الاحتشاء القلب الحاد أو سبسس اللي هو خمج شديد أو كسور في عمل القلب. هو ما بصير، it's very rare، نادر الحدوث الحماض اللبني، بس يعني بشكل بسيط مبسط جدا الحماض اللبني انه بيزيد الاحماض في الدم، والمتفورمين لها دور انها تزيد الاحماض في الدم، الدواء المتفورمين، فاذا زاد الاحماض في الدم بصير عند الشخص بعض الاعراض زي مثلا التنفس عنده بتقل،
بأثر على عمل القلب وممكن يموت من الحماض اللبني، بس زي ما حكيت it's very rare، يعني نادر جدا إنه يصير. وزي ما حكيت هو المأفور من الإنسان اللي ما مثلا ما بأخذ كحول، ما عنده أمراض قلب وما عنده خلل في الكلى والكبد، ما بتصير عنده. بس زي ما حكيت في الأحمر مخاطر تزيد فرصة الحدوث. إذا عنده خلل في الكلى معناته أنا كطبيب راح أغير عيار الدواء، لأن راح أخاف إنه يصير عنده الحماض اللبني، هيك يعني بالضبط. إذا عنده مشكلة في الكبد، الكبد بيزيد من فرصة إنه يصير الشخص عنده أحماض، وإحنا عارفين المتفورمين بيزيد من فرصة يصير عنده أحماض، فأنا راح أغير شوي من عيار الدواء، فبصير المريض بده مراقبة أكبر. يعني هاي ليش يعني لازم نفهم الحماض اللبني. هسا هاي طولتها عن يوتيوب، اذا الواحد بده يفهم شو يعني لاكتيك اسيدوسيس. بس بالنسبه لي يعني للمحاضره هاي مش مهمه اني نفهمها بالضبط، بس راح يفهمكم شو دخل المأفورمين في الحماض اللبني كيف بيصير. اذا انتم معنينها حطيت رابط اليوتيوب اذا تحبوا تدخلوا عليه. هسا هذا السايد افكت الاخير مش موجود في الكتاب، استغربت، بس لان بس هو مهم انكم تعرفوا. المأفورمين بيأثر على امتصاص فيتامين بي 12، وليش يعني حطيت او استغربت مش موجود، لانها بتؤدي ممكن انها تؤدي الى الانيميا او اعتلال الاعصاب، طبعا على المدى الطويل. يعني ما راح تصير مع شخص اخذ المأفورمين خلال سنة، راح يصير مع شخص اخذ الى باخذ المأفورمين يعني 5 سنين 6 سنين. ليش مهم نعرفها؟ لأنه كثير بصير عند المرضى السكري بشكل منفصل اعتلال الأعصاب اللي هي نيوروباثي، هذا كثير منتشر عند مرضى السكري بسبب السكري مش بسبب المأفورمين. فتخيلوا يبقى عندهم ماخذين مأفورمين، هيك راح يبقى الشخص اللي عنده اعتلال الأعصاب راح يحكي لكم عندي كهرباء في الإيدين أو إجري بشعر إن فيهم حرارة. هذول الناس إذا أول سؤال تسألوهم إياه، إذا بدكم تشخصوا إحدى الأسئلة لازم تسألوه إياه، أنت تأخذوا مأفورمين؟ إذا حكوا ياس نأخذ مأفورمين، لازم إحنا نروح نعملهم فحص دم نتأكد إن فيتامين بي 12 مش ناقص عندهم، بكون السبب احتمال إحدى الأسباب بيكون نقص الفيتامين بي 12. هسا حطيت استعمالات المأفورمين لأنه مكتوب في الكتاب إنه يستعمل لعلاج تكيس المبايض المتعدد. فضفت أخرى استعمالين المأفورمين، زي ما حكيت لكم مرات بكرر المعلومة عشان تصير المعلومة منطقية أكثر وعشان تحفظوها. استعمل في حالات سكري الحمل المأفورمين، وبعدين هنا كاتب منع الإصابة بداء السكر، وممكن يصير هالكيت لخبطة عندكم، تقول كيف منع الإصابة؟ ما هي في الأصل تستعمل لمداواة التايب 2 يعني داء سكري نوع الثاني. طبعا منع الإصابة هاي طلتها من موقع اسمه لكسيكامب اللي هي خاصة في الأدوية، مدرجين المأفورمين انها تستعمل لمنع الاصابه بداء السكر، لان زي ما حكيت لكم الدراسه اللي حكيت لكم اياها، الدراسه اللي عملوها على الناس اللي كان معهم بري دايابيتيز مش دايابيتيز، كان معهم بري يعني كانت مستويات السكر عندهم بين 5.5 و6.5، حطوا الناس اللي تحت عمر 60 سنه او السيدات اللي كان عندهم سكري الحمل على مأفورمين، وحطوا ناس ثانيين على بس برنامج علاجي الأكل والرياضة، ولاحظوا إن اللي نحطوا على علاج الأكل والرياضة يعني انخفض عندهم مستويات السكر أكثر من اللي نحطوا على مأفورمين. بس في ناس رح يمروا علينا في حياتنا ما بدهم يغيروا من أسلوب حياتهم، يعني صعب يحكوا لك انا ما عندي وقت اعمل رياضه، انا ما عندي وقت، انا بحب مثلا الكنافه بدي اكل كنافه وقت ما بدي، او يعني راح يمر عليكم اشياء غريبه عجيبه. فالدكتور ما احيانا مساعده للمريض عشان ياخر اصابته في السكري رقم 2 بحطه على مأفورمين، فبعطيه كنوع من منع الاصابه بسكري رقم 2. وعرفنا ليش؟ عشان الدكتور بيكون في عقله اني انا ما بدي هذا المريض يوصل لدرجه يأثر السكر على العينين والكلى والقلب والآخرة، عشان هيك أنا كاتب منع الإصابة عشان ما يصير لخبط عندكم. في أي أسئلة؟ تفضل.
هلا قلت انه الميتفورمين ممكن نعطيك حاله وقائيه. طيب بنفس يعني الوقت قلنا انه ممكن يعمل قله امتصاص للفيتامين دي 12. نحن لما نعطيه بشكل وقائي راح اكيد راح نعطيه على فتره زمنيه كبيره، فما راح ياثر بهالموضوع او بهالناحيه. مرة ثانية قصدك عن الحماض؟ ما فهمتش السؤال. عفوا دكتورة، الصوت منيح؟ يا منيح، بس يوم جيت تمام. قلتي انه الميتفورمين ممكن نعطيه كنوع وقائي، كعلاج وقائي بالضبط. مشان ما يصاب بالقلب السكري. طيب هو مثل ما عرفنا انه له اثار جانبيه على امتصاص الفيتامين بي 12، طيب ما ممكن اعطائه وقائيا يعني على فتره زمنيه كبيره يعمل خلل بهالموضوع؟ إيه ممكن يعمل، حتى لو أعطيناه وقائي ممكن يعمل، لأن أصلا فيتامين بي 12 ممكن ينقص لأسباب غير المأفورمين، وهي المأفورمين لأنها بتأثر على امتصاص السكر، راح يأثر على امتصاص الفيتامين بي 12، راح يصير. بس أنت، أنا كطبيب، أو أنت كطبيب قصدي، ما أنا راح أحرر البنفيتس والريسكس، أنو أفضل عندي بالنسبة إلي، أنو أحسن، المريض ما يصير مع السكري ولا ينقص عنده فيتامين بي 12. بنظري ما يصير مع سكري. فيتامين بي 12 ممكن نعالجه، نعطيه فيتامين كومبلكس بتعالجه يعني، بس انه يصير مع سكري مشكلة اكبر، فهيك بيكون تفكير الطبيب. تمام، شكرا دكتورة. عفوا. سو ايجابيات والسلبيات استعمال الدواء، تفضل. بس داخلة سريعة دكتورة، هلا يعني إذا بدنا نلخص الفقرات اللي أخذناها، إنه الميتفورمين هو محسسات الأنسولين، نحن بنعطيه لخفض سكر عند الناس الأصحاب السن، يعني اللي عندهم خطأ إصابة بالبري دايبيتس. نحن ما بنعطي للي عندهم نقص بالبي 12 او نقص امتصاص بي 12، وكمان انه للي عندهم مشاكل كلويه لانه يطرحوا بيتم عن طريق الكلى. هيك تمام؟ إيه، خليني أحكي مرة ثانية. إذا شخص عنده فيتامين بي 12 عنده نقص، ومثلا مع سكري، لا بنعطيه، لأنه رايحين نعالج البي 12 زي ما حكيت لكم. الطبيب ما بيشوفش المشكلة الصغيرة، وعشان مشكلة صغيرة بمنع الدواء. بمنع الدواء إذا في ريسك أكبر من ريسك، يعني فيش فائدة تضاهي السلبية، يعني سلبية صغيرة مقارنة في الفائدة. الفائدة كبيرة كثير من المأفورمين، حتى لو شخص عنده فيتامين بي 12، نقص في فيتامين بي 12، هذا ما بيمنعني إني أعطيه للمريض. بعالج النقص الفيتامين بي 12، سواء بحكي له بدك تضيف أكل معين يزيد من مستويات الفيتامين بي 12، أو أكيد أنا راح أعطيه مكمل غذائي فيتامين بي 12، بس مستحيل اني ما يعني اوصف المتفورمين لهذا السبب. بس السايد افكت مش معناه ان اذا الشخص عنده هذا السايد افكت انا ان ما بعطيه الدواء. السايد افكت فقط فهمنا، يعني ندرسه عشان بكره يوم من نيجي نراقب المريض يكون عندنا بعض المعلومات في دماغنا، في راسنا، واحنا ننظر للمريض ولشكاوى، ونعرف نسأل الأسئلة الصحيحة. يعني واحد شخص على مأفورمين، أنا كصيدلاني كلينيكي، وعندي شخص دخل علي وحكى لي أنا بس على مأفورمين ولا إشي ثاني يعني، فأنا بعرف إنه من إحدى سلبيات المأفورمين إنها بتسبب فيتامين بي 12. هذا راح يدلني شو الأسئلة اللي أسأل فيه المريض فقط، بس ما راح امنع ان اقول للمريض لانك انت عندك نقص فيتامين بي 12 بننكيمك عن المأفورمين، لا مش سبب، بس بخلينا ان بدلنا شو نسال المريض، مش سايد افكت كبير. بس الطبيب عاده الشخص المريض اللي بيصيب نقص فيتامين بي 12 هو مش يعني عاده، يعني في حياتي انا ما مر علي مريض انحط على فيتامين بي 12 بسبب المأفورمين. عادة هما ليش مهم نعرفها؟ لأن زي ما حكيت لكم اعتلال الأعصاب، اعتلال الأعصاب بتصيب مرضى السكري بعد 10 سنين هيك، يعني بسبب السكري، يعني ما بصيبها بسبب المأفورمين، بصيبها بسبب السكري. فيوم انا اجي شخص عنده اعتلال اعصاب وبدي اساعده، الاعتلال الاعصاب بسبب الم شديد جدا، في مرضى السكري ما بيعرفوا يناموا من اعتلال الاعصاب،
فبصير انه هو على متفورمين، معناته اوكي لازم انا اقيس مستوى فيتامين بي 12 في جسمه، واذا في نقص عنده فيتامين بي 12 بس بنعالج النقص وبظل على المتفورمين، ما بنكيم عن المتفورمين. حتى لو صار عنده بس السبب الوحيد انه بنكيم من المتفورمين او من وقفه اذا صار عندنا الحماض اللبني، لانه ممكن يؤدي الى الوفاه، الخطر تبعه عالي جدا مقابل فائدة المأفورمين. سو إذا صار حماض لبني وقتيت هي منوقف المأفورمين، غير هيك ما منوقفه. حتى لو صار عنده مشاكل هضمية ما مش سبب إن نوقف المأفورمين. مشاكل الهضمية بتصير فترة قصيرة والجسم بتعود على المأفورمين وبتخلص من هاي الأعراض الجانبية. بس زي ما حكيت لكم، شو ليش مهم إني أعرف إن بصير مشاكل هضمية؟ عشان انا يوم اكون طبيب وبدي اوصف وصفه للمريض انه خذ مأفورمين، لازم ابلش في عيار صغير وبعدين ايش ازيد العيار كل اسبوع، عشان انا اثقف المريض واحكي له اتوقع ان يصير عندك الم معده، هذا طبيعي بروح مع الايام، اتوقع انه ممكن يصير عندك استفراغ او اسهال، مش مشكله بنقلل الجرعه بس ما راح نكيمك عن الدواء. شوف معرفتنا في السايد افكت مش عشان اذا صارت بنوقف الدواء، لا، هي فقط عشان يصير عندنا كونسلتيشن، يعني احنا نثقف المريض عن الدواء. تمام هيك؟ جاوبت شكرا سؤالك؟ شكرا دكتورة. تمام. اوكي. سو هي فوائد ومضار او سلبيات الدواء. تمام دكتورة، شكرا. عفوا. يسبب مشاكل هضمية، هاي يعني اساسية، ويقلل من كتلة الجسم عن امتصاص فيتامين بي 12، بس حكينا ان هذا بعد سنين طويلة من اخذ الانسان للمتفورمين، وانه يحتاج 4 لـ6 اسابيع لرؤية نتائج. يعني اذا الشخص بفحص السكري الفاستنج، في ناس مثلا بتفحص السكري تبعهم كل يوم الصبح بفحص السكري، الشخص اذا كان معه سكري لازم يكون تحت ال 130 الصبح، فإذا صار يأخذ المأفورمين لازم نحكي له ما تتوقع إنه ينزل عندك السكري من هال6 أسابيع على الأقل، بعد 6 أسابيع راح تلاحظ تغير في النتائج. سو هاي الشغلة ممكن نحكيها ممكن لا. وزي ما حكيت لكم إن اللي في الأحمر مهم جدا تكونوا تحفظوه من وراء هاي المادة، أنا بحط هاي الأشياء الإضافية بحس إنها ممكن تعطيكم تزيد المعلومة أو تثبت المعلومة عندكم، يا رب يكون هيك ومش ما لخبطكم أكثر. من فوائده وموجود عندكم في الكتاب إنه لا يسبب هبوط في مستويات السكر عند استعماله لحاله، سو ما بيعمل هبوط في مستويات السكر، إذا صار هبوط بيكون لأن الشخص بأخذه مع أدوية سكري ثانيات. مكتوب في الكتاب عندكم انه بيأثر على الوزن، انه بيقلل من وزن الشخص، وفعلا الناس بتيجي بتحكي لنا المتفورمين ساعدني اني اخفض من وزني، بس في الحقيقه واذا رجعت لمصادر زي لكسيكوم او البيشنت انسيرت تبعت الدواء بحكي لك انه لا ما بيعمل على ما بيأثر على الوزن، بس بسبب انها بتسبب اسهال خاصه الناس اللي بتاخذ الادويه في اول اسابيع هي بتخفض عندهم الوزن، سعره منخفض ولديه تاثير حامي للقلب، يعني بيحمي القلب المفهوم. عشان هيك انا بحب ما بحب يعني بتضايق من فكرة الشخص اللي بحكي لي أنا المأفورمين ما بزبط معي ما بحب أخذه عمل لي كذا، بزعل لأني بحس كصيدلي وكان لازم أنا هذا الشخص أوعيه اني انبهه في السايد افكت تبع الدواء عشان ما يوصل لدرجه انه ياخذ قرار انه ما بدي اخذه، واذا اخذ قرار ما بقدر اغصبه خلاص بدي استعمل دواء ثاني. هسه هذا السؤال موجود عندكم في الكتاب بس بدي اشوف قديش يعني معلومات استوعبتوها. مرأة عمرها 50 عام عندها تايب 2 دايابيتيز انعطت مأفورمين، اي من العبارات التاليه من ميزات هذا الدواء؟ حد حابب يجاوب؟ هل بعمل هبوط سكر في الدم؟ لا دكتورة، لا ما بعمل. شفنا في الإيجابيات والسلبيات أنه ما بعمل. هل يخضع المأفورمين للاستقلاب؟ لا ما ب... يعني شفنا ما بي... الكبد ما بعمل الاستقلاب.
يسبب العديد من التداخلات الدوائية الدوائية. لا، لأن زي ما حكيت لكم، ما دام ما بيصير الاستقلاب معناته ما في عندنا drug drug interaction، تداخلات دوائية دوائية ما راح تكون موجودة. So C غلط، مش هي. هل ينقص إنتاج الكبد للجلوكوز؟ صح يس، اللي هي دي هي الجواب الصحيح. زي ما حكينا ان المأفورمين حسب الصورة هاي بتأثر على الكبد وبتخفض هي انتاج الكبد للجلوكوز. المجموعة الثانية اللي هي ثيازولودين دايون او جليرازونز، اللي هي بتشتغل قريب من شغل المأفورمين. في عندكم مجموعتين البايوغليرازون وروسا جليتازون، وطبعا في كمان مجموعات بس مش مذكورة عندكم في الكتاب عشان هيك ما ضفتها، يعني في أدوية كمان موجودة في السوق. هي من محسسات الأنسولين، يعني إنها زي المأفورمين، هي من محسسات الأنسولين، بتأثر على الكبد، بتأثر على المصلز، وحتى بتأثر على الخلايا الدهنية. الميكانيزم اوف اكشن هي آلية العمل، يحسن تحسس الجسم للانسولين من دون ان تسبب زيادة افراز الانسولين من خلايا البيتا البنكرياسية. يعني معناتها فقط انها الجسم اللي عنده مقاومة للانسولين هو بحسن من تحسس الجسم للانسولين، يعني بيشتغل عكس المقاومة. النمبر 2 في آلية الفعل، صراحة أخذت من عندكم من الكتاب شو مكتوب exactly، شو مكتوب كيف بتشتغل، بس أنا حكي كثير حبيت أن أوريكم كيف شو المكتوب هون. جبت هذا الصورة ببين أن ثيازولودين دايون بيشتغل على الليفر، بيشتغل يعني بيشتغل على الكبد، بيشتغل على الخلايا الدهنية، وبيشتغل على الخلايا العضل. والمأفورمين ما بيشتغل خلايا دهنية. So الثيازيدين دايون أو جليتازونز هي المجموعة الثانية من الأدوية قاعدين ندرس عنها، بتشتغل إضافة للكبد والمصل اللي هي العضل اللي بيشتغل عليها المأفورمين، هي بتشتغل على الخلايا الدهنية. مكتوب إنها شو بتعمل، بتزيد من إنها بتحسن من شغل الخلايا الدهنية، إنها تعمل استقلاب للدهون. هسه ليش هاي مهم؟ يعني انا بس اللي بدي اياكم تعرفوه، هي بتشتغل على فكره على مستقبل اسمها بروكسيزايم بروفيفيريتور اللي البار جاما اكتيفيتور ريسبتور. هاي على فكره الريسبتور موجوده في الكلى، وموجوده في الخلايا العضليه، وموجوده في الخلايا الدهنيه. اللي بيهمني او ليش يعني مهم او شو تاثيرها على مرضى السكري، مريض السكري، وهذا معلومه جديده، عاده بيبقى عنده الترايجليسرايدز اللي هي في العربي ثلاثي اسيل جليسرول، معناتها عاده بتبقى عاليه. ليش؟ لانه بكون الشخص عنده بدانه. الشخص اللي عنده بدانه معناته الترايجليسرايد دائما عالي عنده، هذا اصلا احدى اعراض اللي راح تخلينا نعرف ان هذا الانسان عنده مقاومه للانسولين. الترايجليسرايد دائما بتكون عاليه عنده بسبب الدهن اللي بيسموه المركزي اللي عند الكبد البطن. يعني فهي بتحسن الجليتازون، بتاثر على الادايبس تيشو عشان تبطل تفرز الثلاثي اسيل كوليسترول، هذا الاضافي اللي بتعمله إضافة إنها بتمنع الكبد إنه يظل يفرز جلوكوز، إضافة إنها بتحسن من تحسس خلايا العضل للإنسولين. so هذا شغل إضافي إلها الثيازيدين دايم. بس هاي السلايدة أنا كاتب باكس وارنينج، تحذير. هي مكتوبة في الكتاب بطريقة جدا هيك بين السطور، لكن معروف احنا عندنا في الصيدلة يوم اشي يبقى بلاك بوكس وارنينج، هذا اهم معلومة لازم تعرفوها عن الدواء، اهم معلومة، انه يفاقم من مشكلة احتقان القلب
وكيف بنعرف ان الشخص اللي على هذا الدواء ان تفاقم عنده بكون الشخص اصلا عنده heart failure، عنده احتقان في القلب اصلا. فاذا صار عنده زيادة وزن بشكل سريع او احتباس في السوائل او ضيق تنفس، بنكون عارفين ان سبب الدواء منوقفه. في هاي الحالة بنوقف الدواء. إن هاي الشغلات البلاك بوكس وارنينج هي أهم إشي لازم نعرف عن الدواء قبل ما نعرف السايد افكتس. السايد افكتس نسبتها يعني 10% من الناس أو 1% من الناس بتصير معهم، أو بين 1 لل10%. بس بلاك بوكس وارنينج الطبيب لازم يأخذها بشكل كثير جاد، يعني أهم معلومة لازم تعرفوها عن الدواء. إيه زي ما حكيت لكم، بس للناس اللي أصلاً ومكتوب يمنع استعماله في مرض إيه في مرضى فشل عمل القلب إيه حسب إدراج نيويورك هارت أسوسيشن كلاس 3 أو 5. إيه راح تأخذوها يوم تأخذوا أمراض القلب، بس في هاي الحالة يمنع استعمال الدواء. يعني الشخص اللي عنده هارت فيلير كلاس 3 أو 5 ما بنقدر نحطه على الجلوتازونز. يعني بداية الطبيب يسأل المريض عندك أمراض قلب، إذا حكى لنا يس أنا عندي مرض قلب، لازم الطبيب يعرف if it's class 3 or 4 or 5 ما بقدر يحطه على دواء جلوتازون، بكون يعني أو إذا هو عليه لازم يوقفه. اما اذا عنده heart failure بس مش class 3 or 5 وصار عنده هاي الاعراض اللي هي زيادة وزن. يعني انا اجيت مرة عندي على الصيدلية سيدة بس ما سألت السؤال، بس حكت لي اني انا وزني 70 كيلو وخلال يوم واحد زاد وزني 10 كيلو. هيك بيصير زيادة الوزن، يعني مش زيادة بسيطة جدا، مش 2 كيلو، بيصير زيادة كبيرة في الوزن خلال يوم واحد. بنكون نعرف ان السبب القلب، إن القلب في عنا مشاكل في عمل القلب. هذا للتحذير الأول. وهذا التحذير الثاني بس بخص الروسيغلوتازون، مش الدوايين مع بعض. الروسيغلوتازون اللي هو إحدى، هي ها روسيغلوتازون مش البايوغلوتازون. في عنا دوايين الروسيغلوتازون، ممكن برضه في عنا بلاك بوكس وارنينج يزيد من احتمالية حدوث احتشاء القلب والوفاة بأسباب قلبية وعائية. برضو موجود عندكم في الكتاب هاي المعلومة، بس مش محطوطة بطريقة انها هي black box warning او تحذير. وتحذير يعني لهجة اشد من السايد افكت، يعني اهم جدا نعرفها، اهم من كونها مجرد سايد افكت. في هاي الحالة الطبيب ممكن يوقف الدواء. في هاي الحالة ممكن الطبيب يحكي اوكي هذا الشخص ما بقدر أعطيه هذا الدواء، يوم يكون في تحذير. حكيت الحرائق الدوائية والمصير، مكتوب يتم امتصاصه على نحو جيد، بيرتبط في الألبيومنز اللي هي بالمصل البروتيني الألبيومن، يتم الاستقلاب خلال الكبد. وحكينا ليش هاي المعلومة مهمة نعرفها، لأن بصير عندنا تفاعلات دوائية، فعشان هيك احنا مهم نعرف الميتابوليزم. وزي ما انتم شايفين انا قاعد على هذا السلايد قاعد بحكي فقط عن البايوغلوتازون، عن هذا الدواء مش الروسيغلوتازون. راح نحكي عن الروسيغلوتازون، بس هاي الدواء 100% يتم استقلابه في الكبد، 99% هيباتيك اذا بتشوفوا اللي في الانجليزي. ومن نظائر انزيمات السيتوكروم اللي هي 2C8 و3A4، ويتم اطراحه بشكل ضئيل من خلال الكلى. وليش هاي مهمة نعرفها؟ لان اذا الشخص عنده مرض في الكلى نقدر نخليه على بايوغلوتازون، ما راح يصير عنده مشاكل في الكلى. واكثر الطرح يكون خلال الصفارم ثم الى البراز. طبعا هاي المعلومات موجودة عندكم في الكتاب. وزي ما حكيت لكم اي شيء موجود في الاحمر والعربي هو فقط لازم تعرفوه، وهي الموجودة في الكتاب، يعني هي المذكورة عندكم في الكتاب. التأثيرات الضارة احتباس السوائل، وزي ما حكيت لكم ليش السوائل بتصير احتباس سوائل، لأن الـ PPAR الجاما الريسبتور اللي بتشتغل عليها الجلوتازون موجودة في الكلى، موجود مثلها في الكلى، فهي بتسبب احتباس السوائل. الهايبوغلايسيميا اللي هي هبوط مستويات السكر بشكل خطير عند استعماله مع أدوية السولفينوريا والإنسولين، فهو لحالة إذا حطينا شخص عليه لحالة ما بعمل هبوط في مستويات السكر،
ولكن بيعمل إذا كان مع أدوية ثانية، وعادة مرضى السكري بياخذوا أكثر من دواء مع الوقت. بيعمل صداع وتكسر في العظم، طبعا هذه الشغلة لازم نشخص المريض. أنا كل ما زاد عمر المريض الكالسيوم بقل، احتمالية إنه يصير عنده تكسر في العظم بتزيد، عشان هيك مهم نعرف هاي المعلومة. وبالنسبة للروسي جلوتازون نفس الشيء، يتم امتصاصه بشكل جيد جدا، بيرتبط في الألبيومين ويتم الاستقلاب خلال الكبد، بس أقل من البايوغلوتازون، ويتم اطراحه بشكل أساسي من خلال الكلى. شو مهمة إني أعرف إذا الإنسان عنده مشاكل في الكلى؟ روسي جلوتازون لازم أعدل في العيار تبعه، عشان هيك مهم نعرف هاي المعلومة. بس البوزي جلوتازون لا، إذا عندي مريض فشل كلوي وكان هو باخذ بايوغلوتازون ما بغير من العيار تبع الدواء. التأثيرات الضارة للدواء اللي هي للروسي جلوتازون، إنه بيزيد الكوليسترول الضار وبيرتفع الكوليسترول النافع، وهو بيزيد الوزن. الروسي جلوتازون بيزيد من وزن الإنسان. احتباس السوائل زي ما حكينا، لأنه في ريسبتورز على الكلى وبتسبب تكسر العظام، وزي ما حكيت لكم هم بس كاتبين في الكتاب إنه ممكن يسبب التهاب الكبد. بس هاي أنا يوم رحت وعملت بحث عنها أقل من 1%، ولاحظوا بعد ما الناس صار يعني بعد ما وصل الدواء السوق اللي هي بنسميه بوست ماركتينج، إن في بعض الناس صار عندهم هيباتيتس، التهاب الكبد، وأحد أعراضها إن الشخص بيصير يحكي عندي وجع في المعدة. طبعا أقل من 1% يعني نادر، ضئيل جدا إنه يصير التهاب كبدي. طبعا هاي أي شيء في الأحمر ضفته لأنه موجود عندكم في الكتاب. الثيازولودين داين كتبت، وجدت إن في الكتاب مكتوب إنه يمنع استعماله مع موانع الحمل، فأنا رحت وبحثت ليش يعني يمنع استعماله مع النساء اللي بياخذوا موانع حمل. لقيت إنه ما عنده أي تفاعلات دوائية مع الأستروجينات مع موانع الحمل، بس إن المشكلة تبعت الجلوتازون هاي المجموعة من الأدوية إنه بيزيد من فرص التبويض عند النساء، خاصة اللي بيعانين من فشل التبويض، فبيزيد من فرصة الحمل. سو اللي أصلا على مانع الحمل ما بدها تحمل، فإنه لازم ضروري نحكيها، أو هاي نقطة ندقق عليها للي بتكون تأخذ مانع حمل، إن الجلوتازونز ممكن يزيد فرصتها من الحمل. مكتوب مانيتورينج، شو لازم الأشياء اللي لازم نشخصها أو نفحصها قبل ما نحط شخص على دواء الجلوتازونز، إن لازم نعاير إنزيمات الكبد، وهذا يعني مفهوم ليش، لأن زي البايوغلوتيزون 100% من الدواء يتم استقلابه في الكبد، فلازم نعاير إنزيمات الكبد عند الابتداء ومن ثم بشكل دوري. إيجابيات سلبيات الدواء زي ما قلنا، يزيد من خطورة احتقان القلب، زيادة الوزن زي ما شفنا في الروسيكلوتيزون، ممكن تأثر على العظم، احتمالية إصابة سرطان المثانة هاي مش موجودة عندكم في الكتاب، ولكن قاعدين بيبحثوا هل هو سبب الدواء أو مش سبب الدواء، لحد الآن بيبحثوا في الموضوع. وإيجابياتها بتزيد من حساسية الجسم للإنسولين، ما بيعمل هبوط حاد في السكري، وخاصة للي عندهم فشل كلوي نقدر نخليهم على بايوجلوتيزون من غير أي مشاكل، لأنه يتم استقلابه 100% خلال الكبد. هاي معلومة مهمة نعرفها كصيادلة وأطباء، خاصة إذا كان المريض عندنا في دخل للمستشفى وكان عاخذ الدواء وصار عنده فشل كلى فجأة. إذا كان على بايوجلوتيزون مش شغلة راح تخوفني، بس إذا كان على الروسوجلوتيزون اللي هي الثانية، راح أحاول إني أعدل عيار الدواء. طيب تتمة الحالة السابقة، نفس المواطن، وهاي المرة أعطيته اسم أحمد، يرجع للعيادة بعد 3 أشهر وفحصنا السكري التراكمي وكان 7.8،
حدا سألني قبل، يعني زي ما حكيت إن حسب الجايد لاينز كأطباء لازم أن يكون على الأقل على الأقل under 7. فأحمد ما بيشتكي من أي أعراض أخرى، وتم تشخيصه زي ما حكينا بقالة 3 أشهر، فيوم رجع علينا كان إلى 6 أشهر مع السكري. وأحمد يعمل كمدرس ويريد دواء يساعد على تخفيض السكري. هسا أنا ليش عطيت هاي المعلومات؟ ليش حكيت مدرس بشكل أساسي؟ حاليا وإحنا نعالج السكري صرنا نبحر على حياة الشخص على أبعادها الثانية. مثلا إذا عنده أعراض ثانية ما راح أستعمل، يعني مش كل الناس راح أعطيهم نفس الدواء اللي راح يجوا العيادة كلهم نفس الدواء بعد المأفورمين. مأفورمين drug of choice، يعني أول دواء راح أوصفه لكل مرضى السكري نمط 2 هو مأفورمين كلهم، يعني بغض النظر، إلا إذا في موانع زي إنها بتحسس المأفورمين أو موانع أخرى زي ما ناقشنا. بس إذا إجى علي بعد 3 أشهر ما نزل التراكم إلى 7 على الأقل، مش كل المرضى نفس الإشي راح نعطيهم، راح ننظر لحياتهم ونشوف إذا عندهم مشاكل في القلب أو في الكلى، أو إذا مثلا الدخل تبعهم عالي أو مش عالي، أو شو الأدوية المتوفرة في الدولة اللي هم بسكنوا فيها. كل هاي بتأثر على اختيارنا للدواء الثاني. فأنا كتبت مدرس معروف المدرسين في كل العالم، يعني بيكون الدخل متوسط، فما بدي أختار دواء والمريض ما يقدر يأخذه على فترات منتظمة. وأحسن الأدوية اللي راح أذكرها حاليا أغلبها سعرها مقبول، فأنا يعني دققت ممكن على هاي الصفة لأن المريض تبعي ما عنده أعراض ثانية. Okay, so alpha glucosidase طبعا بطلنا نستعملها، مش متوفرة في السوق كثير، ما بعرف إذا في سوريا متوفرة، بس يعني في مثلا في فلسطين أو في أمريكا مش متوفرة، بطلوا الدكاترة يوصفوها. عندنا نوعين من الأدوية، كاربوز وميجلوتول، وزي ما حكينا آلية العمل مهمة نفهمها لأنها تؤخذ في بدء الوجبة. طبعا الشخص اذا ما اكل اي شيء مع كربوهيدرات زي رز خبز او اي شيء فيه سكريات مش لازم ياخذ الدواء لانه ما راح يشتغل، هو بس بيشتغل اذا اخذنا كربوهيدرات. فتؤخذ في بدء الوجبة، يعني قبل ما انا اكل اي شيء فيه سكريات، وتؤخر هضم الكربوهيدرات فتخفض مستويات الجلوكوز بعد الوجبات اللي هي شيء اسمه بوست بانكريال، يثبط انزيمات الفا جلوكوزايديز والفا اميلاز على حافة الفرشانية للأمعاء اللي هي الـ intestinal brush border، يؤخر تحلل متعدد السكريات والنشا وثنائي السكريات زي السكروز أو سكر البيت. وبس اللي ليش أنا كتبت هاي المعلومة، اللي بصير عندهم هبوط حاد في السكر، بصير عندهم هايبوغلايسيميا، أول شي بيفكروا ياخذوه إنهم ياخذوا سكر من البيت، يعني سكر البيت. إذا الإنسان بقى ياخذ ألفا جلوكوزايديز ما بينفع ياخذ من سكر البيت، لأنه هو قاعد بياخذ في دواء أصلا بيمنع من تحلله. فإذا أخذنا، فهو إذا كان ياخذ هذا الدواء وبيمنع تحلل سكر الدار مش راح يستفيد من الجلوكوز. فعشان هيك أنا كتبت بالذات سكر البيت. في حال حصول هبوط حاد بالسكر يجب علاجه بالجلوكوز ويستثنى السكروز. So الميتابوليزم أو الفارماكاينيتكس الحرائق الدوائية، يمتص الدواء بشكل سيء يعني بظل في الأمعاء ويستقلب بشكل رئيسي بواسطة الجراثيم المعوية. يعني في عندنا سايتوكروم P450 موجودة في الأمعاء، فهي اللي بتعمل استقلاب أو ميتابوليزم للدواء، ويتم امتصاص مستقلباته اللي هي الميتابولايتس ويطرح في البول. هذا للأي كاربوز إذا ملاحظين. والميجلوتول يمتص بشكل جيد ويطرح دون تغيير في الكلى زي ما هو، يعني ما بصير عنده ميتابوليزم بالمرة، ما في ميتابوليزم، ما في استقلاب. زي ما حكيت لكم هاي الأدوية يعني ما بشوف أصلا، ما شفت روشتة من 10 سنين أي حدا بأخذ هالدواء، لأن في أدوية
بتعمل أفضل منها موجودة في السوق. So the side effects إسهال، مغص، تطبل البطن، نفس الإشي للدوائين الميغلاتول والأكاربوز نفس الإشي. هكذا موانع استعمال الدواء، وهذا موجود عندكم في الكتاب، ولقيته فقط تحت دواء الأكاربوز. من موانع استعمال الدواء إذا المريض كان مصاب بالداء المعوي الالتهابي أو تقرح القولون أو انسداد الأمعاء، فهذا بيخليني إني أمنع إني أوصف فضل الدواء للمريض. إيجابيات وسلبيات، غير منتشر، هذا إحدى السلبيات، وما بعرف إذا موجود أصلا في الصيدليات، ويستعمل فقط إذا الشخص أراد أن يأكل، وإذا صام عن الطعام لا يجب عليه أن يأخذ جرعة، يعني بقصد فيها إذا كان فقط يعني بده يعني يفطر أو يأكل أي شيء في كربوهيدرات، إذا ما في كربوهيدرات في الأكل اللي بأكلها ما رح يستفيد من الدواء. تعمل على خفض سكري ما بعد الأكل، عندنا إشي اسمه postprandial، وهاي بتكون عادة عالية في الشخص اللي عنده سكري رقم 2 خاصة في أوائل المرض. بتحبوا تأخذوا بريك 10 دقائق ولا نكمل؟ تعبتوا ما تعبتوا احكوا. اللي بيعرف الدكتورة إذا كان باقي قسم كبير ممكن ناخذ مثلا بريك صغير، إذا لا الباقي ما هو كبير ما في مشكلة إن شاء الله. نشوف صوف الناس ممكن ظل ساعات أدوية، بس خلينا نتأكد. يعني ضايل تقريبا كمان يعني وصلنا نص، يعني عنا 20 سلايد، فبتحبوا تأخذوا زي بريك 10 دقائق؟ أوكي دكتورة، مورد على راحتك. أنا على راحتكم، أنا بقدر أكمل يعني عادي، بس برجع لكم. خلاص خلينا ناخذ بريك 10 دقائق، ما أنا عندكم الساعة بتبقى 29 دقيقة على 9:30، إذا حد بكمل الصافن يعني. تمام، شكرا.